والنهاردة ومعانا فيديو جديد من فيديوهاتنا. يلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة عبارة عن ايه. ويلا بينا وصفتنا النهاردة هنعمل وصفة سحرية بمعنى الكلمة بجد. وشك هينور، هتحسي ان بشرتك بقت فاتحة، هتحسي في رطوبة في بشرتك، هتحسي انك بقيتي بشرتك زي بشرة الاطفال. معانا النهاردة الوصفة عبارة عن مكونين اتنين بس، هما ايه؟ يلا بينا نشوف وصفتنا عبارة عن ايه. وصفتنا النهاردة عبارة عن جزر، زي ما انتوا شايفين ده مبشور الجزر اهو، زي ما انتوا شايفينه مبشور الجزر. احنا عايزينه مبشور، مش عايزينه مسلوق او عصير، احنا عايزينه كده. نجيب مبشرة وبنبشر بيه البشر، بشر الجزر عادي زي ما انتوا شايفين. ومعانا الحاجة التانية بقى اللي هي الزبادي. كلكم عارفين الزبادي، شايفين؟ يبقى وصفتنا النهاردة عبارة عن جزر وزبادي فقط. الوصفة دي هتعمل لنا ايه يا سماح؟ الوصفة دي من اجمل الحاجات اللي هتستخدميها. انا عايزاكم كده تستخدموها خلال العشر ايام في رمضان، وهتخرجي من 10 ايام من رمضان هتشوفي الفرق على بشرتك لو استخدمتيها يوم بعد يوم. بجد هتلاقي بشرتك، انا مش هقولك زي الاطفال، لا، هترجعي 100 سنة ورا. بجد الوصفة دي رهيبة رهيبة رهيبة، هتخليكي كده ايه زي ما بيقولوا ملكة جمال. هتنعم معاكي البشرة، هترطب البشرة، هتفتح البشرة. لو عندك هالات سودة تحت عينيكي هتسيب، يعني بصي هتغيرك 100 درجة مئوية. عندك حبوب، الحبوب لو هي ملتهبة صدقيني هتريحك جدا. هتحس ان بشرتك كده بقى فيها نعومة وفيها طراوة. بجد الوصفة دي جبارة جبارة. قبل ما نبتدي النهاردة الوصفة معانا، عايزين نعرف ايه فوائد الجزر. انا ليه عملته كده؟ ليه عملته مبشور؟ ليه مثلا ما عصرتوش مثلا او سلقته؟ اول حاجة احنا عايزين نستفيد بجميع الفيتامين اللي موجودة في الجزر. احنا لو سلقناه او عصرناه الفيتامينات بتقل منه، فاحنا عايزينه كده هو ايه، بالمواد او بالفيتامين اللي موجودة فيه. بعتذر، هو دايما على فكرة متعمد لما اجي اصور الراجل ده لازم يمشي، يعني فهو الظاهر متعمد. يعني تعالوا بقى نعرف فوائد الجزر او ايه الفيتامينات اللي موجودة في الجزر. معانا الجزر فيه فيتامين ألف، وفيتامين ألف طبعا يعني مهم جدا جدا للحفاظ على صحة العينين وصحة البشرة، ويعتبر من مصادر الدهون الصحية. وطبعا احنا عارفين ان الجزر فيه مادة اللي هو مادة الكروتين، تمام؟ ومادة الكروتين دي هي اللي بتحوله داخل الامعاء الى فيتامين الف، اوكي؟ فاحنا بالتالي احنا مش هنحطه في الامعاء، يعني مش هناكله عن طريق الفم. احنا هنعمل الماسك ده او القناع ده على الوجه. في فيتامين جيم، اقوى مضاد للمناعة فيتامين جيم، وبيساعد على انتاج الاجسام المضادة، وبيساعد في امتصاص الحديد. نيجي بقى بالنسبة ليه، في مادة البيوتين. البيوتين اللي هو فيتامين ب 7، اللي هو فيتامين ب 7، مفيد جدا 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 في عمليات
في تنظيم عمليات البروتينات والدهون داخل الجسم. يعني شفتوا ده بالنسبة للجسم، فما بالك بقى احنا لسه بنتكلم ايه دلوقتي للجسم، ما قلناش لسه البشرة. يعني احنا كده لحد دلوقتي بنتكلم على فوائد العناصر، اقصد العناصر الغذائية اللي فين في الجزر بس للجسم، يعني لما احنا ناكله. صدقيني هتحسي باختلاف في لون بشرتك، هتحسي في ملمس بشرتك، هتحسي باختلاف. يعني هتقولي انا مش مصدقة انا مين، يعني بجد رهيب رهيب، من اقوى الماسكات المفيدة فعلا للجلد. الجزر رائع رائع. مع ادخلوا حتى كمان ابحثوا على النت ايه فوائده مثلا للبشرة، هتلاقوا فيه فوائد مهولة جدا للبشرة. طبعا انتوا عارفين الزبادي بتبقى فيها بكتيريا نافعة، فبتبقى مفيدة للبشرة. فبجد القناع ده وهم وهم وسحر للبشرة. هو كده ليه تكنيك كده معين او ليه طريقة كده معينة انا هعملها قدامكم. بس زي ما انا قلت لكم، احنا بنجيب الجزر بنبشره زي ما انتم شايفينه، لازم يكون مبشور. وبنجيب الزبادي زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله اهو. اوكي اكيد اللي هيشوفنا دلوقتي يقول علينا احنا بنعمل سلطة مش بنعمل ماسك. بسم الله. معلش بقى انا ماسكه الهاند فري والحامل، فانا اسفه. اقلب بس كويس. انا قلبتك زي ما انتوا شايفين اهو. كله على الطبيعة اهو، قلبنا حطينا الزبادي على الجزر المبشور. بعتذر طبعا البرد بقى مضيع الدنيا عندي يعني، فانا بعتذر لكم يعني. شفتوه بقلب كويس، قلبناه كويس اهو، و بحاول ان انا اقلب علشان انزل كل الفيتامين اللي فين في الجزر في الزبادي. زي ما انتم شايفين اهو، ثواني اهو، فعلا اجيبك منين يا صحة؟ مش الصحة راحت خلاص. اوكي اهو زي ما انتم شايفين قلبته كويس جدا، وبعمل كالاتي. انا بجيب زي كلينكس بس بحط يعني ماكسيمم يعني خمس طبقات فوق بعض. يعني انا بجيب كلينكس بحط خمس طبقات او ست طبقات. يبقى بجيب الماسك ده، بقوم زي ما انا قلبت الزبادي والجزر، وبعد كده بجيب الكلينكس زي ما انتم شايفينه اهو، بحط خمس طبقات فوق بعض. اوكي وبعد كده بقوم جايبه الماسك بتاعي وبفرده على كل، بسم الله اهو. بسم الله اهو على كل ال، اوكي اهو زي ما انتم شايفين. يعني انا بحاول افرد لكم على قد ما اقدر
اوكي. انا طبعا يعني يعتبر انا بحط على كل الكلينكس يعني كل اطراف المناديل من الاول للاخر بحط كل الماسك، اوكي. وبعد كده بقوم حطها على الوجه، بحطه على الوجه ليلا، اوكي. يبقى احنا هنقوم حاطينه على، يعني نقوم جايبين بقى ده، اوكي كده بالشكل ده، ونقوم حاطينه على الوش، هنسيبه على بشرتنا حوالي هنفتح بس فتحة للأنف عشان نتنفس منها، اما احنا عايزينه للعين وعايزين كل اجزاء البشرة، احنا هنفتح بس فتحة، هنعمل ثقب هنا عشان نتنفس بس، ونسيبه على البشرة 5 دقايق. 5 دقايق بجد، وهم 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 الماسك ده، جربوه. وممكن يكون هو كمواد وكأيتم خفيف يعني سهل، بس طريقة عمله هي اللي شوية بتبقى صعبة، لان بتبقي محتاجة تجيبي كلينكس كتير وتحطي طبقات كتير وبتفرشي فرشة الماسك، وبعد كده بتحطيه على البشرة لمدة 5 دقايق. بجد الماسك ده رائع رائع. الماسك ده اصلا ياباني، يعني هو الماسك ده بيعملوه كده في اليابان بهذه الطريقة، اوكي. بس زي ما انا قلت لك، حاولي تقلي تحت طبقة الكلينكس او طبقة المناديل اللي هتحطي عليها الماسك، اوكي، عشان ما تتشربش معاكي الماسك، يعني عشان يعني الماسك الكلينكس كله ما بيسموه ايه، ما يفتلش منك المنديل، اوكي. وبعد كده بتحطيه على بشرتك لمدة 5 دقايق، هتلاحظي فرق، هتلاقي في فرق رهيب جدا في بشرتك. هتقومي شايلة الكلينكس خالص، وبتغسلي وشك بماء بارد، ماء بارد، وتجيبي تلجة تمشيها على وشك، هتلاقي فيه اختلاف رهيب. كرري الوصفة دي يوم بعد يوم. ممكن تكون الوصفة غريبة للبعض ان احنا عشان بنفردها على كلينكس، بس هي فعلا وصفة سحرية في عالم الجمال فعلا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو في حاجة انا نسيت اقولها لكم او اي حد عايز معلومة يقول لي عليها في الكومنت وانا ارد عليه. بشكركم جدا، منتظرة تعليقاتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهاتي.